يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا، حلقه جديده والسادسه. والبدايه شكرا للكم الكبير جدا من تفاعل الاهلاويه على السوشيال ميديا على سؤال حلقه امبارح. والحقيقه يمكن للي ما حضرش حلقه امبارح، خليني اقول لحضراتكم الفكره بسرعه. مع بدايه سيزون جديد قررنا ان احنا نعمل استفتاء مرحلي. يعني ايه مرحلي؟ يعني كل مباراه بيخوضها النادي الاهلي بنطلب من جماهير الاهلي ان هم يختاروا افضل ثلاث لعيبه بالترتيب الاول والثاني والثالث، وبناء على قرار الاغلبيه هيتم منح ثلاث نقط للعيب صاحب المركز الاول، ونقطتين للعيب صاحب المركز الثاني، ونقطه لصاحب المركز الثالث. ومع كل مباراه بيتكرر نفس السؤال لغايه لما نوصل لنهايه السيزون، وبالاحصاء وبالارقام نحدد مين من وجهه نظر اللاعبين، من وجهه نظر الجماهير، افضل لاعبي النادي الاهلي. سؤال حلقه النهارده وهيفضل مستمر معانا لغايه مواجهه الاهلي اللي جايه مع غزل المحله. اختار افضل ثلاث لاعبين من الاهلي طبعا في مباراه الاهلي والمقصه. وفي كل حلقه هنستعرض مع حضراتكم جزء من اختيارات جماهير النادي الاهلي اللي في اغلبها الحقيقه يمكن لغايه النهارده مع حاله التفاعل الكبيره في خلال 24 ساعه تقريبا الى حد كبير في استقرار على ثلاث اسماء بعينها. هنشوف وهنتابع وعلى مدار الايام، وهنعلن طبعا افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظر الجماهير قبل مباراه غزل المحله. مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد ومساء الخير على حضراتكم. ومبدئيا يعني في اكتساح كده الكهرباء، بس لسه بدري طبعا على ما نشوف. يعني كهرباء مكتسح الحقيقه، وكل الناس حطاه في التشكيله الافضل او من افضل ثلاث لاعبين في مباراه مصر المقصه. هيبقى فيه في حلقتنا كلام كتير قوي على النادي الاهلي طبعا، وعلى الشامبيونز ليج، واخبار عالميه ومحليه زي ما عودنا حضراتكم. لكن الحقيقه حابين نبدا مع حضراتكم بخبر ضايقنا كلنا طبعا، وهو ان الاتحاد الافريقي لكره القدم او الكاف قرر او اعتبر المنتخب الوطني او المصري للشباب منسحب قدام ليبيا النهارده في مباراه اللي كانت المفروض تكون بينهم النهارده في بطوله شمال افريقيا اللي المفروض مؤهله لكاس امم افريقيا في موريتانيا 2021. ليه ده حصل؟ لانه القايمه جت بالعدد مش المفروض، يعني مش العدد الكافي اللي المفروض تقام بيه المباراه. زي ما قلنا لحضراتكم امبارح انه كان بعد المسحه الثانيه لقينا ان في 14 لاعب مصاب بفيروس كورونا، بالاضافه طبعا مدرب المنتخب كابتن ربيع ياسين. وبكده ما ينفعش طبعا ان المباراه تقام بالعدد ده العدد اللي مش مناسب ان تقام مباراه زي دي. ويعتبر كده خلاص منتخب مصر للشباب مش هيشارك في البطوله دي او منسحب من البطوله دي، يعتبر ان هو اتهزم 3-0 وفقا للكاف او وفقا لقواعد الكاف. ما فيش اهتمام بمنتخب الشباب، في كلام كتير هنتكلم في الموضوع ده، وعايز اعرف رايك يا احمد في الموضوع ده. انا شايف انها جريمه مكتمله الاركان، ما ابتدتش بس من تونس، ابتدت من قبل تونس. المنتخب ده اهدر حقه وضاعت فرصه على جيل كامل من ولادنا كانوا بيمثلوا منتخب مصر، وكان عندهم فرصه مش بس يتاهلوا لموريتانيا ويشاركوا في كاس الامم، لكن كمان يوصلوا لابعد من كده. وده حلم اي لاعب كوره، يعني ما فيش لعيب كوره لمس الكوره برجليه ما حلمش انه يلعب في كاس عالم، كاس عالم شباب بقى، كاس عالم منتخب اول، ما بتفرقش كتير مع لعيب الكوره. الحلم يعني قتل قبل ان يبدا، وطبعا يعني خساره مصر وعدم مشاركتها في البطوله بتنهي على امال الجيل ده من المشاركه. لكن الحقيقه الموضوع ده فيه اسئله كتيره جدا، وفي علامات استفهام كبيره جدا على موضوع المنتخب، مش بس فيما يتعلق بالمراحل السابقه، فكره انه لم يتلقى دعم ولم يتلقى رعايه، وكان الحقيقه جهازه الفني بيعاني معاناه شديده جدا، لكن حتى في موضوع السفر الى تونس وفكره الاقامه هناك قبل المباراه وفكره اصابه هذا الكم الكبير جدا من اللاعبين. طب اشمعنى منتخب مصر؟ يعني ليه الاصابات دي او حجم الاصابات دي ما شفناهوش في المنتخبات الثانيه اللي بتشارك؟ في تقصير؟ بالتاكيد في تقصير. وبالمناسبه انا عايز اقول لك ان منتخبنا راح بالفعل في محاوله لاقناع الاتحاد الافريقي انه يشارك، لانه بعد المسحه الثانيه اللي عملناها لقينا انه في ثلاث لاعبين طلعت نتيجتهم سلبيه، وبالتالي العدد قل من 17 لاعب ل 14 لاعب، لكن ده ما كانش كافي، لانه لوائح الاتحاد الافريقي بتقول انه لابد من تواجد 15 لاعب منهم اربعه على دكه الاحتياطي، منهم لازم يكون كمان حارس مرمى، وده اللي ما حصلش. المشكله بادئه من بدري قوي يا احمد، من ساعه ما بنقول ان كابتن ربيع ياسين بينادي الحقيقه باهتمام بمنتخب الشباب، وبيقول دايما ان ما فيش اي اهتمام بمنتخب الشباب، ما فيش اي وديات بتقام طبعا قبل بطوله مهمه زي دي، ما فيش اي اهتمام بيهم، ما فيش رئيس للبعثه اصلا، يعني ما فيش رئيس للبعثه. طبعا دي علامه استفهام كبيره وواحده من اهم الاسباب، بس برضه عشان ما نضحكش على نفسنا، قصه الاهتمام والرعايه شيء، وقصه التقصير اللي حصل في سفريه تونس في تصفيات شمال افريقيا
شيء تاني خالص، كله بيكمل بعضه بالتاكيد. لكن الحقيقه في علامات استفهام كبيره جدا، يعني بقول لك ليه منتخب مصر الوحيد اللي فيه العدد الكبير ده. على كل الاحوال يعني اخر المستجدات نقولها لحضراتكم، ان شاء الله البعثه هترجع بكره بعد ما وزاره الشباب والرياضه المصريه تواصلت مع اتحاد الكره ومع كل الجهات المعنيه، وبالتواصل مع وزاره الطيران المدني طبعا. المفترض انه بكره ان شاء الله طياره خاصه ترجع بعثتنا لمصر بالسلامه، وفي طبعا تنسيق مع وزاره الصحه عشان يتم عزل اللاعبين المصابين، ونتمنى لهم طبعا قبل اي شيء الف سلامه. لكن الحقيقه في اسئله كثيره جدا هنطرحها ونتناقش فيها على مدار حلقتنا. خلينا نبتدي مع حضراتكم باهم العناوين. الاهلي راح من التدريبات اليوم استعدادا لمباراه غزل المحله. الاهلي يفاضل بين علاج اجاييه دون تدخل جراحي او سفره لالمانيا. اتحاد الكرة يستقر على فتح باب القيد نهاية يناير بسبب الرباعي. اكتشاف 6 إصابات كورونا في فرق الدوري الإنجليزي. السلطات البريطانية تمنع دخول المتفرجين لملاعب لندن مجددا. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم. استكمالا بس لمقدمة الحلقة، عشان ما حبناش ان احنا نطول، لكن في كلام كتير جدا والاكثر من الكلام، علامات الاستفهام المتعلقه بموقف منتخب مصر للشباب اللي هيرجع بكره ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، في طائره خاصه بعتتها وزاره الطيران عشان ترجعهم لمصر ان شاء الله، وكده بتنتهي فرص المنتخب في مشاركه. لكن الحقيقه وان كان في تقصير وان كان في اهمال، سميه زي ما تسميه، نرجو طبعا انه يتم التحقيق في الموضوع ويتم اعلاننا بنتائج التحقيق ومين المسؤول عن هذه المهزله. انه منتخب يتم اعداده لمده اكثر من سنتين، والولاد اللي يسافروا عشان يلعبوا ويمثلوا منتخب مصر ويوصلوا لكاس امم افريقيا، ومن بعدها كان عندنا امل كبير جدا في الجيل ده يوصل كاس عالم للشباب، يرجعوا كده يعني بدون ما يلمسوا كوره، دي في حد ذاتها محتاجه حساب كبير جدا وفاتوره لازم حد يحاسب عليها. لكن السؤال هنا، واحنا لسه مش بعيد عن البطولات الافريقيه، ليه مصر وليه القائمين على ملف الكره المصريه ما حاولوش يتواصلوا مع الكاف ويحاولوا على اقل تقدير ياجلوا او يعني نشوف اي مخرج لهذه الازمه، يتم ارسال قائمه جديده من اللاعبين، يتم سفر لاعبين اخرين. انا بعتقد انه كابتن ربيع عنده قائمه لا تقل عن 60 70 لاعب اختار منهم القوام الاساسي لمنتخب مصر. وحضراتكم عارفين مثلا انه في الكونفدراليه بسبب ظروف الكورونا، طب ما احنا كان عندنا كونفدراليه وتلعب قبل النهائي والنهائي في المغرب في بطوله مجمعه خارج المنصوص عليه في اللوائح الخاصه المنظمه بالبطوله عشان في ظرف استثنائي. بطوله دوري ابطال افريقيا لما حصل مشكله في فريق الرجاء واصيبوا بعدد كبير من اللاعبين يسارى بفيروس كورونا، تم تاجيل اللقاء، وترتب على ده تاجيل نهائي البطوله لفتره اطول من الشهر. وبالتالي ليه ما تمش اقتراح ان البطوله تكون مجمعه على مستوى المنتخبات الثلاثه ومصر تقدر تلعب ماتشاتها بعد كده، او على اقل تقدير يدونا مهله نغير في قائمه الفريق بحيث ان نكون، يعني انا بفكر مع حضراتكم بصوت عالي، ممكن تكون حلول غير قابله للتنفيذ ولكن هو من الاساس لم يتم طرحها. ودي الحقيقه علامه استفهام ثانيه تضاف لعلامات الاستفهام المتعلقه بالتقصير في حق منتخب شباب مصر. طيب انت بتتكلم على افريقيا صح، وتاجيل البطوله بسبب كان في حالات كورونا في الرجاء والوداد. طيب ما هو الاتحاد المغربي خد خطوه علشان يتم التاجيل لصالح فريق بلده لصالح المنتخبات دي، هل الاتحاد المصري خد الخطوه دي واتقال له لا؟ دي يسال عنها طبعا القائمين على بالزبط. على اداره اتحاد الكره في مصر، ويسال عن يعني كل علامات الاستفهام احنا منتظرين من اتحاد الكره، سواء فيما يتعلق بكيفيه اصابه اللاعبين. يعني ليه منتخب مصر هو المنتخب الوحيد اللي فيه هذا الكم الكبير جدا من الاصابات؟ ليه الفرقه سافرت من غير ما يكون معاها رئيس بعثه؟ ليه ما كانش في محاولات للتواصل مع او الضغط، خليني اقول على الاتحاد الافريقي، لمحاوله ايجاد حل بالزبط. يخرجنا من الازمه او المأزق اللي احنا عايشين فيه؟ ان احنا مش هنحاسب حد دلوقتي غير نفسنا. هل احنا خدنا الخطوات اللي تقدر تخلينا نضغط على الكاف ان المباريات دي تتاجل لحد ما منتخب مصر يبقى قادر ان هو يشارك او يبقى فيه العدد المطلوب للقائمه ان هو يشارك في المباريات دي؟ ده السؤال او دي علامات الاستفهام اللي احنا محتاجين اجابه عليها، علشان بعد كده نشوف احنا هنلوم مين. يعني الاول نلوم نفسنا ونشوف نفسنا احنا خدنا الخطوات الكفايه ان احنا نقدر نشارك في البطوله دي او تتاجل عشاننا ولا لا. الشكر لابد ان احنا نوجهه لسفير مصر في تونس السفير معالي السفير ايهاب فهمي، الحقيقه كان متواجد مع بعثة المنتخب وحاول ان هو يحل ويتدخل عشان يسهل من المأموريات، ولكن طبعا النتيجة للأسف ما كانتش على قد المستوى، لأنه زي ما قلنا لحضراتكم، وبالمناسبة هو مش الاتحاد الأفريقي هو المنظم للبطولة دي، هو اتحاد شمال إفريقيا، اتحاد إقليمي يعني.
وكل الشكر والتقدير لأشقاء في تونس وتحديدا كمان وزارة الشباب والرياضة في تونس اللي قاموا بدور كبير جدا عشان يساعدوا المنتخب المصري في موقفه الصعب الحقيقة. طيب على مدار 24 ساعة حجم الإقبال كان كبير جدا على التصويت لأفضل 3 لاعبين في مباراة الأهلي والمقصة الجولة الأولى في الدوري، والتصويت ده هيفضل شغال معانا مع كل جولة في أي مباراة بياخدها فريق الأهلي على مدار السيزن كله. كل لاعب هيفوز بمركز أول في مباراة بياخد 3 نقط، كل لاعب بياخد مركز ثاني بياخد نقطتين، كل لاعب بياخد مركز ثالث بياخد نقطة. تصويت الجماهير كان كبير جدا، ويمكن هنستعرض عينة مع حضراتكم أنا وسارة دلوقتي، وإن كانت يعني دي مؤشرات مبدئية مش بقول نتائج نهائية. أيوة كهربا معلول السولية اكتساح بيدخل معاهم بشكل يعني قوي برضو، أيمن أشرف ومحمد شريف وناصر ماهر نتمنى له طبعا السلامة، وزي ما حضراتكم شايفين محمد سعد بيقول أيمن أشرف المقاتل كهربا محمد شريف. وبالمناسبة أي حد هيصوت أكتر من 3 أسماء هنعتبر من الصوت الرابع باطل، يعني عشان الزملاء كمان في الإعداد وهم بيعملوا عملية الإحصاء تبقى الدنيا سهلة، احنا بناخد أول 3 اختيارات. فزي ما حضراتكم شايفين أيمن أشرف كهربا محمد شريف، ده محمد سعد طبعا أول تعليق. طيب كمان عمرو أحمد بيقول كهربا وأيمن أشرف والسولية. محمد أبو النجا بيقول كهربا والسولية ومعلول. وليد محمود بيقول كهربا ومحمد شريف وبدر بنون. نروح للتصويت نسرين جابر. نسرين جابر بتقول كهربا والسولية ومعلول. مصطفى الأهلاوي بيقول كهربا ومعلول وشريف. وعندنا عبد الرحمن البدري كهربا ومعلول ومحمد شريف. طبعا دي عينة عشوائية، يعني احنا بنتكلم على يعني ناس كتيرة جدا الحقيقة شاركت في التصويت على أفضل لاعب، والتصويت هيفضل مستمر ومفتوح لغاية يوم الجمعة قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة تاني مواجهات الأهلي في الدوري العام، ومن يوم السبت نبدأ مع حضراتكم التصويت على أفضل لاعب في الغزل وغزل المحلة والأهلي إن شاء الله. طيب نروح بقى لأخبارنا ونقول لحضراتكم أن الأهلي خلاص حصل على رحمة التدريبات النهاردة في إطار طبعا خطة الجهاز الفني أن هو يخفف الحمل البدني على لاعبي الفريق بسبب ضغط المباريات وتلاحم الموسمين بقى مع بعض. الفريق يمكن كان خاض امبارح تمرين خفيف بعد الفوز على مصر المقصة بثلاث أهداف لهدف يوم الحد في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، وموسيماني قرر أن الفريق يحصل على راحة من التدريبات النهاردة قبل ما يعود للتمرين بكرة، وده طبعا استعدادا لمواجهة غزل المحلة اللي هي مفروض هتكون يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. وزي ما قلنا لحضراتكم إنه الفريق هيخوض مباراة غزل المحلة يوم الجمعة، تخلص يسافر على طول علشان يواجه سوني داب بطل النايجر في طبعا دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا. مظبوط، بداية موفقة إن شاء الله للأهلاوية. وخليني أروح مع حضراتكم للجهاز الطبي، أنا يمكن قلت لحضراتكم امبارح إنه اغلب الظن يعني ان جونيور اجاييه مش هيكون موجود مع فرقه النادي الاهلي في كاس العالم، مش هيستطيع اللحاق يعني بمشاركه في كاس العالم للانديه، وده اللي تاكد النهارده المسؤولين في الجهاز الطبي فيما يتعلق باصابه جونيور اجاييه. بالمناسبه هي اصابه بقطع في احد اوتار القدم، يعني بيطرحوا فكرتين واللاعب والوكيل الخاص بيه هيكونوا اصحاب القرار. الفكره الاولى انه يتم علاج الاصابه عن طريق برنامج تاهيل عن طريق العلاج الطبيعي زي ما بيحصل مثلا مع محمد محمود، او انه جونيور يسافر لالمانيا عشان يجري جراحه في الوتر اللي اصيب بقطع. لو حضراتكم تفتكروا كانت اصابته في ماتش الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، وبالتالي هو اللاعب كده كده غايب لمده 3 شهور. الاهلي في انتظار رد اللاعب ووكيله عشان يحددوا موقفه النهائي، لو وافق على فكره البرنامج التاهيلي عن طريق العلاج الطبيعي هيبتدي فورا، اما لو فضل فكرة السفر فالأهلي هيبتدي ياخد إجراءات استخراج التأشيرة عشان يسافر جونيور لألمانيا. الحقيقة طبعا يعني حضراتكم جونيور من اللعيبة الأساسية مع النادي الأهلي لفترات طويلة جدا، وصاحب بصمات مهمة جدا في مشاوير الأهلي، يعني مش مشوار واحد، مشاوير الأهلي الأفريقية. جونيور كان لاعب مؤثر جدا حتى في نسختين اللي وصلنا فيهم للنهائي ولم يوفق فريق النادي الاهلي في حسم البطوله. السنه دي بيتهيالي كان مستني، يعني اعتقد اي لاعب في النادي الاهلي حتى المنضمين حديثا واللي يمكن ينضموا قبل ما نسافر نلعب في كاس العالم للانديه، فرصه طبعا راحت عليه. نتمنى له طبعا ان هو يكون بالف صحه، ونتمنى يعني محدش عارف زي ما قلت لحضراتكم الاستجابه في الحالات دي يمكن بتفرق، بس عمليه اعتقد انه هيكون من الصعب جدا يشارك في كاس العالم للانديه.
طيب نروح بقى للجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكورة برئاسة عمرو الجنايني، واللي استقرت على فتح باب الانتقالات الشتوية بنهاية شهر يناير اللي جاي، علشان طبعا الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وده كان بدل من شهر فبراير. يعني كانت مقرر تكون في فبراير، لا بقت في يناير، وده طبعا بسبب مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا وبيراميدز والمقاولين في الكونفدرالية، وده الأكبر اتحاد الكورة على أنه يفتح باب القيد بدري. طيب نتمنى طبعا، ده اعتقد هيفرق معانا كتير في كاس العالم، وهيفرق معانا في ملف الصفقات النادي الاهلي اللي بعتقد ملف مازال مفتوح حتى اللحظه، ويمكن بنسمع اخبار. مستني من نفسك مين يجي الاهلي. انا دايما بصي انا مش يعني انا بتابع طبعا اخبار الصفقات وبشوف وبتفرج على فيديوهات لاسماء كتيره جدا مرشح نادي الاهلي، بس انا بشوف عشان تجيبي محترف ينضم النادي الاهلي لازم يكون لعيب قادر ان هو يصنع بصمه، قادر ان هو يصنع فارق. زي انت عندك فرقه فلافيو زمان مثلا، يعني فلافيو طبعا رغم انه فلافيو اول سيزون بالنسبه له كان كارثي، لكن بعد كده الحقيقه بقى واحد من اهم اللاعبين في الفرقه. جيلبرتو لواحد من اللاعبين المحترفين، علي معلول واحد من اللاعبين اللي قادرين ان هم يعملوا فارق، قادرين ان هم يكونوا اصحاب بصمه. انت مش محتاج نجم، انت محتاج نجم يجي في فرقه نجوم فيكون مؤثر، يكون عنصر اضافه، وده عشان تدخله على السكواد بتاع فرقه الاهلي ده انت محتاج سوبر ستار. وبالتالي ان كان المركز، كان جناح، كان راس حربه، كان باك يمين، كان حارس مرمى، انا ما اعرفش، لكن في جميع الاحوال لابد ان هو يكون لعيب طلقه، يعني لعيب سوبر زي ما بنقول. كورونا بتتوحش الحقيقه في العالم كله، ويمكن الحقيقه يمكن لو مثلا رحنا للدوري الانجليزي، رابطه الدوري الانجليزي كانت بتتكلم على انه تم اكتشاف 6 حالات مصابه بفيروس كورونا في الفرق اللي بتلعب في البريمير ليج، ورابطه قالت يمكن ان احنا ناكد انه في الفتره ما بين 7 و 13 ديسمبر تم اجراء اختبارات لحوالي 1600 لاعب وموظف ايضا عشان يتم الكشف على فيروس كورونا، من بينهم كان في 6 حالات جت مسحه بتاعتهم ايجابيه. وقالت الرابطه كمان انه كل اللاعبين والعاملين في الانديه اللي ثبت اصابتهم هيتم عزلهم او هم هيعزلوا نفسهم لمده 10 ايام، وفي الحاله دي زي ما تعودنا الرابطه طبعا ما بتكشف ما يعني ما بيتمش الكشف عن اسماء المصابين او حتى اسماء الفرق اللي هم بيلعبوا ليها. طيب امتدادا لكلامك برضو، السلطات البريطانيه اعلنت ان هي خلاص مش هتسمح بحضور المشجعين لملاعب الفرق اللندنيه الـ6 اللي بتلعب طبعا في الدوري الانجليزي او الاي بي ال، بعد ما شهدت اعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا زياده كبيره جدا في العاصمه البريطانيه في الايام الاخيره. ويمكن الحكومه البريطانيه كمان امرت باتباع الارشادات بدءا من يوم الاربع، بعد ما كانت سمحت بحضور 2000 متفرج ومتفرجه للملاعب في كل مباراه في الدوري، زي برضو ما شمل القرار مناطق أخرى في بريطانيا غير لندن، يعني مش لندن بس اللي في القرار ده، عشان تبقى كده 4 فرق في دوري الدرجة الأولى في إنجلترا فقط يسمح ليها بفتح أبواب ملاعبها لـ2000 متفرج ومتفرجة، وهي إيفرتون وليفربول وبرايتون وساوثهامبتون. ووزير الصحة البريطاني قال إن السلطات اتحركت بسرعة جدا بسبب الارتفاع الحاد اللي حصل في أعداد المصابين في لندن، وقال إن النسب بتتضاعف كل 7 أيام، يعني كل أسبوع النسب بتتضاعف بفيروس كورونا. لندن اتضربت. بص ما هو برضو يعني أنا كل مرة بنقول إن احنا عايزين الجمهور يرجع الملاعب، أنا ببقى عندي حتة خوف كده إنه ما هو الفيروس لسه ما خلصش يا أحمد، فما ينفعش. لا بس هو طبعا خلينا نقول في شهور الصيف كانت الوتيرة قلت والمعدلات انخفضت بشكل كبير، قلت، لكن احنا ابتداء من شهر من أواخر 11 وبدايات 12 رجعنا في العالم كله الحقيقة الأرقام بتتضاعف بشكل رهيب، وأتوقع إن الوضع يستمر يعني على نفس الوتيرة دي لغاية نهاية يناير، ونتمنى طبعا السلامة للجميع. وخدوا بالكم الحقيقه لانه الناس الى حد ما مع تراجع الفيروس ابتدت تطمن وابتدت تنسى ان في فيروس كورونا، ابتدت تتعامل بنفس الطريقه اللي كانت قبل كده، وده الحقيقه منتهى 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 الخطوره. كل واحد بيبقى عنده احساس كده انه بنشوفه بنسمع وحوالينا ومين لكن انا لا، يعني انا مش ممكن تحصل لي، ومن هنا بتكون يعني اصل المشكله. هنوري لحضراتكم موهبه بقى دلوقتي، يعني كل فتره كده بيطلع حد شبه ميسي، شفنا كذا لعيب يرقب عليه ميسي القادم. هنعرض على حضراتكم موهبة جزائرية بورصاص محمد فراس، ده لاعب ناشئ من الجزائر وبيلعب حاليا كناشئ في ترجي تونسي وأحد عشاق النادي الأهلي. هنشوف مع حضراتكم فيديو ليه ونرجع فاصل، وبعد كده نقابل حضراتكم مرة تانية في السادسة.
السلام عليكم، انا لاعب رصاص محمد فراس من مواليد 2007، لاعب ترجي قلم الجزائري والمدرب حديث الاكاديميه الرياضيه لاتحاد الكره الجزائري. انا من محبين فريق القرن الاهلي المصري، وانا مولوع بجمهورها الرائع، واحلم بلعب في وسطه بملعب القاهره. وانا متابع لهذا الفريق العريق، وخاصة اللاعبين أفشار واللاعب كهرباء والمالي يانج. وأنا مولوع باللاعب السابق أبو دريكا وبفنياده، وأحلم للوصول بما وصله محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي. السلام عليكم. مرحبا بحضراتكم مره تانية. ويمكن من ساعه ما تم الاعلان عن قرعه الشامبيونز ليج واحنا مترقبين مواجهات ناريه في ماتشات كتير قوي الحقيقه، لكل محبي الكوره مستنيين يشوفوها، منها مثلا مباراه طبعا برشلونه وباريس سان جيرمان اللي بتعتبر مواجهه كلاسيكيه، يعني اول مره هتشهد بقى عوده نيمار للكامب نو بعد طبعا ما ساب برشلونه، وكمان هتكون اول مواجهه بين الفريقين بعد ريمونتادا الشهيره بتاعت برشلونه 6-1، سكور حلو 6-1، ده طبعا برشلونة وباريس سان جيرمان. وطبعا هتكون مباراة يعني يمكن باريس سان جيرمان هو الأقرب للفوز بعد ما برشلونة شايفينه بقاله فترة بيعاني على المستوى المحلي للأسف طبعا لكل مشجعي برشلونة. وباريس سان جيرمان فايق طبعا، وصل لنهائي الموسم اللي فات وخسر قدام بايرن ميونخ. حتى يمكن برشلونة عامل ماتشات حلوة في الشامبيونز ليج، لكن حتى ما قدرش ان هو يحافظ على التقدم في المجموعة بتاعته أو ينهي مركز أول علشان يقدر ياخد قرعة سهلة. عندنا كمان بايرن ميونخ ولاتسيو، وطبعا بايرن ميونخ مش بس المرشح الاول للفوز بالمباراه دي، لكن المرشح الاول للفوز بالبطوله بشكل عام، وان هو يقدر يحافظ على اللقب بتاعه طبعا، وعامل الحقيقه موسم رائع وفايق جدا. ولاتسيو يمكن بالمناسبه دي يعني اول مره من 20 سنه مثلا يدخل مرحله النوك اوت دي او خروج المغلوب دي. كمان في مباراه مهمه جدا بين يوفنتوس وبورتو، وبالرغم ان بورتو واخد البطوله دي مرتين قبل كده، ولكن يوفنتوس هو المرشح الاقرب، ودايما في وجود كريستيانو رونالدو في بطولته المفضله طبعا بيكون يوفنتوس المرشح الاقرب. في مواجهات تانية طبعا كتير هنتكلم عليها، ومنها ليفربول ولايبزيج اللي هتكون مباراه برضو ناريه جدا بين الفريقين. لايبزيج قدر ان هو يوصل لنص نهائي طبعا الموسم اللي فات وفريق كويس جدا، وليفربول فيه اصابات كتير، ولكن يظل ليفربول هو برضو المرشح الاقرب للتاهل. معانا طبعا عبر سكايب الصحفي الالماني بمجله كيكر مستر مارتن، هنتكلم معاه اكتر على الشامبيونز ليج. برحب بيك في برنامج السادسه. يا تحياتي لكم. طيب خلينا نبدا طبعا من الشامبيونز ليج والقرعه، وشفت ايه اكتر المباريات الناريه اللي هتكون في الشامبيونز ليج في دور ال 16؟ من وجهه نظر الالمانيه فارى انها مباريات ولقاءات قويه جدا، حيث ليفربول ولايبزيج، حيث يورغن كلوب مدرب ليفربول سوف يأتي مع مو صلاح إلى ألمانيا إلى لايبزيغ الألماني، فأعتقد أنها مباراة قوية نارية، فهو حدث خاص، حدث مهم، وأعتقد من وجهة نظري أنها ليست مباراة سهلة على ليفربول، حيث كما نعلم جميعا ليفربول فريق قوي وفريق مهم جدا، ولكن لايبزيغ ستكون مباراة نارية، مباراة مهمة جدا، وأعتقد أن لايبزيغ فريق سوف يكون على كامل الاستعداد لمواجهة ليفربول. ولا نستطيع أن نتوقع نتائج هذه اللقاءات، فكل اللقاءات مهمة جدا وصعبة جدا. أعتقد مدرب لايبزيغ على سبيل المثال فهو ناجلس مايا، وعندما نتحدث عن
عن مانشستر سيتي البيب جوارديولا في مواجهة مونشن جلادباخ، فهي مباراة مهمة جدا أرى من وجهة نظري، من سوف تكون من أهم اللقاءات وأهم المباريات. لابد على بيب جوارديولا أن يعيد حساباته ويستعد بشكل مختلف لهذه المواجهة. فرق الألمانية ليست سهلة من وجهة نظري، فهم على كامل الاستعداد لهذه المواجهات في الشامبيونز ليج. مانشستر سيتي فريق مهم ومفضل لدى الجميع، وعندما نتحدث عن لاتسيو أمام بايرن ميونخ فهو لقاء مهم للغاية. لاتسيو ليس فريق سهل، لابد علينا أن نأخذ في الاعتبار أهمية هذه الفرق وهذه اللقاءات. نعلم جدا بايرن ميونخ فريق عظيم وهو البطل، ولكن ليست بالسهولة عليه هذه اللقاءات. شكرا. شايف ازاي فورست بايرن ميونخ واحنا بنتكلم عليه في ان هو يحافظ على لقب الشامبيونز ليج؟ يمكن الكل شايف ان البايرن ميونخ او البايرن هو الاقرب ان هو يفوز ببطولة الشامبيونز ليج ويحافظ على لقبه، شايف ازاي فرصه؟ بالفعل بلا شك بايرن ميونخ هو فريق قوي. عندما نتذكر في عام 74 و75 و76 حصل بايرن ميونخ 3 مرات على التوالي على هذه البطولة، كان من وقتها من أهم الفرق وكان الأوحد من وجهة نظري، كان مؤهل، حصل على هذه البطولة 3 مرات متتالية، كان يمتلك إمكانيات عالية وجودة رائعة. أعتقد الآن صعب جدا الحفاظ على اللقب، وخصوصا وجود فرق قوية، هناك فرق قوية رائعة. عندما نتحدث عن سبيل المثال يوفنتوس وليفربول، وهناك فرق كثيرة مهمة جدا، ستكون مواجهات صعبة بالتأكيد. محمد صلاح مع ليفربول وفرق، أعتقد أنه ستحسم في المباريات واللقاءات النهائية. في النهائيات أعتقد ستكون لقاءات صعبة للغاية على بايرن ميونخ. أعتقد من وجهة نظري ليس من السهل الحفاظ على التايتل أو على اللقب. طيب لو اتكلمنا اكتر عن مباراه ليفربول ولايبزيج، عايز اعرف منك في ظل الاصابات الموجوده عند طبعا في صفوف يورجن كلوب في ليفربول، مين الاوراق الرابحه اللي ممكن يكون طبعا بيراهن عليها في مباراه زي دي، وبرده عند ناجلزمان طبعا مدرب لايبزيج؟ كما ذكرت بالنسبة لي أنا شخصيا هذه مباراة خاصة، على الرغم من وجود لاعبين ممتازين رائعين ليفربول، وكما ذكرت حضرتك أن هناك أصابات كثيرة، فهذه مشكلة كبيرة لليفربول، ولكن هناك ما زال هناك وقت، 2 شهر من الآن أعتقد سيعود معظم اللاعبين من الإصابات، وسيستطيع ليفربول أن يحضر نفسه بشكل أفضل. لديه لاعبين رائعين، ماني وصلاح، وأعتقد سيكون سيحضر نفسه بشكل ممتاز، وأعتقد أنها ستكون مباراة مهمة بالنسبة لي، حدث خاص جدا ومباراة صعبة على ليفربول بالطبع من لايبزيج. طيب هل تتفق معايا ان مباراه اتلتيكو مدريد وتشيلسي تكون صعبه على الفريقين؟ اتلتيكو مدريد ضد تشيلسي. اتلتيكو مدريد امام تشيلسي. اتلتيكو مدريد فريق صعب، فريق قوي. تشيلسي لديه مدرب رائع. من وجهة نظري انها مباراة ستكون مباراة رائعة قوية. فريقين على اعلى مستوى. سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يمتلك قدرات خاصة، وخاصة قدرات دفاعية، فأعتقد هذه المباراة بالنسبة لي ستكون مهمة جدا، وأعتقد أن كفة ليفر الكفة لأتلتيكو ستكون هي الأقوى. وانا بتفق معاك في ده. طيب حفل جائزه ذا بيست هيكون يوم الخميس اللي جاي افتراضيا، مين بتتوقع ان يمنحه الفيفا لقب افضل لاعب وافضل كمان مدرب العام ده من وجهه نظرك؟
بكل وضوح لابد من 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 الاعتراف أن بايرن ميونخ استطاع الحصول على كل البطولات وأهم البطولات البوندسليغا ودوري الأبطال وسوبر وكل الأبطال. من هنا أستطيع أن أؤكد أن سيصبح روبرت ليفندوفسكي هو الأفضل لاعب لأنه أفضل مهاجم في هذا الوقت. وبالنسبة لي هانز فليك مدرب بايرن ميونخ فمن وجهة نظري سوف يحصل هو وأتمنى ذلك على أفضل مدرب لهذا العام لأنهم مع بعض في حقيقة الأمر استطاعوا أن يحصلوا على أهم البطولات واستطاعوا تقديم أداء رائع ونتائج مذهلة في هذا العام فيستطيعون الاثنين من وجهة نظري أن يحصلوا على أفضل لاعب وأفضل مدرب. طيب عايز أروح معك لقرعة الدوري الأوروبي اللي تم إجراءها بمركز اليويفا، شفت إزاي القرعة دي؟ ذكرت أستطيع بالتأكيد وأشجع وكلنا كألمان نتمنى ذلك بأن يفوز روبرت ليفندوفسكي بأفضل لاعب لهذا العام. عايزين نروح لقرعة الدوري الأوروبي واليوروبا ليج، إزاي تابعتها؟ إزاي تابعت المباريات؟ أوروبا ليج فريقين هناك في هذه القرعة في هذه البطولة. يا بيت فايتر ايش هي غزي اوروبا ليج اوسوزون يا ده ايز ليفركوزن باير ليفركوزن سوف يشارك في هذه البطولة في سوري فاست تو باير ليفركوزن sagen يا genau also wir fragen sie dann طيب بشكر حضرتك جدا مستر مارتن على وجودك معنا في برنامج السادسة. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم يمكن مباريات نارية فعلا في دور الستاشر بدوري أبطال أوروبا وكله بقى بيشجع فرقته، طبعا كتير من المصريين بيشجعوا ليفربول بس عشان خاطر محمد صلاح، طبعا هتبقى مباريات نارية هنتفرج عليها كلنا في شهر فبراير. وطبعا يوم الخميس زي ما قلنا حفلة The Best ويمكن ليفاندوفسكي هو الأقرب إن هو يفوز بجائزة أفضل لاعب اللي طبعا مسيطر عليها ميسي ورونالدو. فاصل ونكمل حلقتنا في السادسة. حبا في الأهلي طبعا عايز الأهلي يكسب الدوري وعايز الأهلي يكسب كل البطولات، لكن الحقيقة كمان عايز أشوف منافسة، عايز أخش كل مباراة وأنا مش متوقع نتيجتها، مش مطمن الأهلي هيكسب مرتاح، وده شيء طبيعي. يعني خدوا بال حضراتكم ان كل فرقه بتخش او بتلعب قدام النادي الاهلي مباراه كانت في ترتيب متقدم، كانت في وسط الجدول، كانت في ترتيب متاخر او بتصارع حتى على الهبوط، بتقدم اقصى ما عندها للظهور قدام النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وجماهير الكوره والاعلام في مصر بشكل كويس. لكن انا بتكلم على المنافسه، بتكلم على بطوله قويه، وبالتاكيد المستفيد الاول من وجود منافسين اقوياء هيكون برضو النادي الاهلي. في بدايه انطلاقه موسم وتقييم كده الجوله الاولى كان فيها ملاحظه غريبه جدا، كل فرق الدوري اللي لعبت على ارضها ما كسبتش باستثناء طبعا النادي الاهلي. خلونا بس قبل ما نخش في الدوري وقبل ما نتكلم في الالماز والبرلانت والصفيح نرحب بنجم النادي الاهلي وضيفنا النهارده كابتن عادل طعيمه. اهلا بيك يا كابتن عادل. كابتن احمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك، فرصه نبارك لحضرتك على الثلاثيه، ما شفتش حضرتك من ساعتها. مبروك علينا كلنا وعلى جميع النادي الاهلي وعليكم، وشكو حلو على القناه. الحمد لله الحمد وعلى لله وعلى النادي طبعا، ونتمنى ان شاء الله تبقى خماسيه كمان ان شاء الله باذن الله، خماسيه وسدسيه ان شاء الله والعشره جايه والعشره جايه بالظبط كده. اهلا بيك يا كابتن عادل. اهلا بيك. يعني خليني اخد كده تقييم سريع من حضرتك قبل ما ندخل في التفاصيل في بدايه انطلاق موسم الدوري، وهل بتتوقع طبعا الاهلي بطل النسخ الخمسه الاخيره من بطوله الدوري المصري، هل شايف ان البطوله دي بدايتها بتقول ان احنا قدام شكل مختلف من مستوى المنافسه؟ هل متوقع انه يكون يعني البطوله نفسها الفرق اللي هتنافس فيها منطقه الوسط خريطتها مختلفه عن المواسم السابقه، ولا متوقع انه يكون استمرار الخمس مواسم اللي فاتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا انه كنا دايما بننادي ان رؤساء الانديه
تحسن اختيار المدير الفني علشان يبقى هناك يقدر يختار اللعيبة. معظم الأندية حتى الأندية اللي صعدت أحسنت الاختيار وثم ابتدوا يدعموا فرقتهم مش عن طريق إدارة النادي لا عن طريق المدير الفني اللي هم أحسنوا اختياره وهو جاب اللعيبة. معظم الأندية أنا شايف إنها كلها دعمت نفسها بشكل رائع جدا. وزي ما حضرتك عارف الناس اللي كانت بتنادي إن الدوري يتلغي النهاردة هي اللي بتشيد إن النادي الأهلي كان مصر إن البطولة دي تستمر تستكمل والدليل على كده البداية القوية جدا. شفنا سيراميكا بيكسب وشفنا أسوان بيكسب إمبي إمبي وبيلعب أحسن من إمبي كمان الأداء الفني. أيوه فحسن الاختيار إلى جانب حاجة تانية برضو الملاعب عليها عمل كبير إلى جانب اختيار المدير الفني إلى جانب طبعا الدعم المادي عن طريق البث الفضائي والحاجات ديت الأندية بتاخد دعم عن طريق أظن الشركة الراعية وبالتالي بقى في برضو مردود مادي إلى جانب قانون الرياضة فبقى في الملعب وفي الإدارة وفي المدير الفني اللي بيجيب لعيبة كويسة فالمنظومة وفي الفار وفي الفار بس الفار اللي هو دايما يعني ما بيجيش معنا الأهلي معرفش ليه. طيب خليني اتكلم مع الملاحظة الأولى اللي لاحظناها على الجولة الأولى وهي إنه كل الفرق اللي بتلعب على ملعبها ما استطاعتش إنها تحقق الفوز باستثناء النادي الأهلي. شايفها إزاي أو تقراها إزاي وهل ده معناه إنه الملعب ما بقاش بالضرورة يفرق مع يعني فرقته؟ يعني كنا دايما بنقول الأرض والجمهور الأرض والجمهور، هل غياب الجمهور لغى حتة العامل الأرض أو إنه يكون الأرض تكون يعني عامل تفوق للفرق اللي بتلعب على أرضها؟ برافو عليك طبعا. لما يكونش فيه جمهور الأندية كلها بتتساوى اللي هيفرق إن فيه نادي زي النادي الأهلي عنده لعيبته عارفة إن فيه جماهير في الشارع كتيرة جدا وبعد المباراة هيخرج عارف إن فيه ناس هتقابله في كل حتة وعارف إن الناس كلها بتتفرج عليه وعارف إن الشارع بيبقى فاضي طول ما الماتش النادي الأهلي بيبقى ملعوب. فطبعا الحتة دي برضو لما يكون فيه جمهور بيأثر على المنافس وخاصة لما يكونش عنده خبرة. في حاجة دايما بقولها لعيب الكرة المحترف وطبعا احنا دوري محترفين عندنا الملعب هو الوطن بتاعه يعني ايه المستطيل الاخضر سواء في حد موجود في المدرج او ما فيش في حاجة اسمها عزل في الكرة هو العزل حاجة نفسية ان انا ممكن جدا وداني مش بتسمع غير المدير الفني بتاعي لو في جمهور بيزايط عليا او يعني انا وداني مش معاه وحتى لو بيشجعني ممكن شويه انما مش دايما هبقى معاه والا الغرور هينتابني لما كل كره تجي لي والجمهور بيشجعني قوي ممكن جدا ان انا ياثر على مستواي سلبا امال ايه ما بقاش العب فردي ما العبش جماعي انسى ان انا فرقه بتلعب الكره الجماعيه في حاجه اسمها عزل هتبص تلاقي كل الفرقه الكبيره في العالم الملعب بتاعه هو ده الوطن بتاعه فدي طبعا لما يكون بقى في جمهور طبعا بيفرق للفريق المنافس وطبعا بيدي طبعا سنه برضو قوه للفريق وخاصه لما يكون فيه ولاد ما عندهمش الخبره طبعا دي بتضيف لهم قوه ما لا يستهان بيها. طيب خليني اتكلم على الكتل اللي موجوده في الدوري العام قبل ما نتكلم على الفرق بشكل مفصل بس نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. بخلاف النادي الأهلي رفضت الأرض أن تلعب مع أصحابها في مباريات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ففي 9 مباريات أقيمت لافتتاح مباريات الدوري العام لموسم 2020-2021 لم ينجح فريق في تحقيق الفوز على ملعبه إلا الأهلي الذي حقق الفوز على مصر بمقصة بنتيجة 3-1 ليكون الاستثناء الوحيد في هذه الجولة التي بدأت بهزيمة الإنتاج الحربي على ملعبه من سيراميكا كليوباترا الوافد الجديد للدوري بهدفين دون رد كما تلقى إمبي الخسارة أيضا على ملعبه بهدف دون رد أمام أسوان فيما خسر بيراميدز على ملعبه الدفاع الجوي من الاتحاد السكندري بهدفين لهدف كما خسر أيضا المقاولون العرب من الزمالك بهدفين دون رد ليتواصل سقوط أصحاب الأرض على ملاعبهم
كما شهدت الجولة تعادل طلائع الجيش على ملعبه بهدف لكل فريق أمام الجونة، كما تعادل البنك الأهلي أمام وادي دجلة في الدقائق الأخيرة بعد أن كان متأخرا بهدف حتى الدقيقة 90، كما تعادل المصري أمام الإسماعيلي سلبيا في درب القناة والذي أقيم بينهما على استاد برج العرب، كما فشل سموحة في الفوز على ملعبه وتعادل مع المحلة بهدف لكل فريق ليتواصل عناد الأرض ضد أصحابها، وفشلوا جميعا في تحقيق الفوز على ملعبهم بخلاف الأهلي فقط في هذه الجولة. عشان نتكلم جد، الجولة الأولى كان فيها ماتشات حلو، كان فيها كرة حلو، يعني بصرف النظر عن مين بيلعب مين، احنا اتفرجنا على ماتشات، منها ماتشات كلاسيكية دربيات مثلا زي الإسماعيلي والمصري، منها ماتشات زي بيراميدز والاتحاد، كان ماتش من الماتشات الكويسة واللي فيها كرة وفيها مفاجآت كتير. شفنا مثلا من الصاعدين سيراميكا والبنك الأهلي بيقدموا، والغزل كمان الحقيقة، ويمكن كابتن عادل هيكلمنا على غزل المحله بشكل يعني مفصل اكتر، لكن شفنا كوره حلوه وشفنا منافسه، ويبدو انه حتى اللعيبه نفسها مفتوحه تقدم سيزن قوي. مره ثانيه برحب بيك كابتن عادل. كنت بقول قبل الفصل انه الدوري طبعا ده التقرير اللي بيقول انه الارض خلاص ما بقتش بتفرق كتير، ما حدش استغل عامل الارض غير نادي الاهلي، يعني هو الوحيد اللي قدر يحقق الفوز على ارضه. لكن الدوري بشكل عام عندنا النهارده بنتكلم، نقدر نقول يعني بوادر ثلاث كتل اساسيه، الانديه ذات الشعبيه والجماهيريه، اهلي زمالك اسماعيلي مصري اتحاد غزل، مش عارف نسيت حد ولا لا، لا هو كده يعني تقريبا هم دول. عندنا انديه في اسوان كمان يعني، واسوان طبعا عندنا انديه مؤسسات بتتبع كيانات او بتتبع شركات زي الانتاج الحربي، زي ام بي اللي بتدعمها مؤسسة أو شركة المقاولون العرب، نفس الحكاية. عندنا كمان أندية ابتدت تدخل وتزيد زي الأندية الاستثمارية، شفنا تجربة بيراميدز، شفنا أعتقد سيراميكا السنة دي وبرضو نازل بفرقة يعني شكلها كده ناوية تقدم كرة وناوية يكون ليها شكل. من وجهة نظرك هل ده ممكن يضيف أو يفيد نوع قوة المسابقة أو حجم المنافسة داخل مسابقة الدوري العام، ولا شايف أنه ممكن يكون ليه كمان أضرار؟ هو مفيش شك ليه أضرار، ليه أضرار طبعا، لأن هي الكرة كرة جماهيرية. أيوه. اللعبة لعبة شعبية ولعبة جماهيرية، أنت بتروح الاستاد علشان تشوف غزل المحلة بيلاعب المقاولين العرب، غزل المحلة يبقى ليه جمهور والمقاولين العرب ليه جمهور. صحيح. يعني أنا مفروض في أي تيم في العالم يعني طبعا مش عايز أقارن نفسنا بالأسبانيا وإنجلترا، دوست تيم درجة ثالثة في البرازيل، تيم درجة ثالثة ودوست تلاقي جمهوره مالي الاستاد، مالي الاستاد. فهي الكرة اتعملت علشان الجمهور. أيوة. علشان الناس تستمتع ويبقى ليها انتماء للنادي بتاعها، الانتماء ده بيبقى للنادي ثم للدولة وهكذا. فطبعا التجربة اللي احنا بنعيشها طبعا مش عايز حد يزعل مننا، لكن هي كرة كده، ما في يعني انا مؤسسة بلعب وما فيش حد في المدرج، فدي برضو ما فيهاش فير ليه. هل ممكن فريق يكون ملوش يعني ملوش جماهير او ملوش ظهير جماهيري يقدر يوصل ويحقق بطولات ويبقى فريق يعني صعب قوي؟ صعبه جدا، صعب جدا. شايف ان وجود الجماهير عنصر اساسي لتحقيق البطوله؟ ما هي زي الاداره، اللاعبين، الجهاز الفني، الاعلام، الاعلام ليه دور الى يعني هي خمس مقومات موجودين في النادي الاهلي وفي أيوه. الانديه الشعبيه هتلاقي الاتحاد اخذ قبل كده، هتلاقي غزل المحله خد دوري قبل كده، بس المقاولين برضو خد قبل كده يعني امرين ووصل افريقيا ويعني وخد بطولات محليه في اكتر من مناسبه. كان في وقت كده كان عثمان بيه الله يرحمه كان بيبقى العمال والموظفين كانوا بيشجعوا، كانوا بيجوا في المدرجات وكانوا بيشجعوا. ايوه. بس فهي يعني الحته دي ان شاء الله مع الوقت، كنت اتمنى مثلا في تيم عنده المقابل المادي عالي، ايه المانع ان انا اخد اسم والعب بي يعني مثلا يعني المنيا، اخد انا ايه المنيا، محافظه المنيا مليانه جمهورها طبعا كله اهلاوي بس كتير قوي يعني، فاخد الاسم والعب بالاسم ده وابقى بدعمه، وفي نفس الوقت انا كمستثمر بكسب كل حاجه بس بلعب. يعني فكره دمج بين الاستثمار والانديه الشعبيه والجماهيريه. بيبقى انا كمستثمر بروح واخد الاسم زي بيراميدز مع الفارق يعني. ايوه. يعني بيراميدز كان الاسيوطي برضه ما كانش ليه جمهور، انا كنت اتمنى يبقى فيه اسم بيتاخد من المحافظات اللي هي سوهاج، الانديه بني سويف،
الدمنهور، المنصورة، المنصورة، ترسانة، الترسانة، دي أندية ليها جماهيرتها. فأنا لسه مش عايز أعمل اسم جديد أنا، ودي طبعا حاجة إن شاء الله مع الوقت هتحصل، لأن أنت كمستثمر محتاج الدعم الجماهيري، لأن لما يبقى فيه جمهور هيبقى فيه لك دخل بيجي لك من الإيراد، إلى جانب طبعا الإيراد مع طبعا الحاجات اللي هي بقى التيشيرت والكاب والدعاية والحاجات دي. أمال إيه؟ طب لو اتكلمت على الفرقة اللي لفتت نظرك، يعني في العادي بتبقى الفرقة اللي طالعة من درجة تانية اللي تلعب ممتاز إلى حد ما بتجد صعوبات في البدايات، غالبا بتبقى طالعة تسلم وبترجع تاني، يعني في أغلب الأحوال، إلا في طبعا لكل قاعدة استثناء، لكن واضح إنه الثلاثة اللي طالعين، يعني الثلاث ماتشات اللي أنا اتفرجت عليهم، المحلة وسيراميكا والبنك الأهلي، طالعين يقولوا لا احنا طالعين كبار، يعني احنا مش طالعين نعمل تمثيل مشرف. اكتر فرقه عجبتك واكتر مدير فني حسيت انه هيكون اضافه لبطوله الدوري السنه دي؟ الحقيقه سيراميكا عجبني جدا، وطبعا محمد يوسف ابننا يعني في النادي الاهلي، البنك الاهلي، البنك الاهلي عاملين كبدايه. انا المفروض ان انا البدايه دي بترم عن شخصيتي، انا ناوي على ايه، انا الناس اتعاقدوا معايا علشان ايه، علشان اصارع على الهبوط؟ لا، ده انا من اول مباراه لازم ابقى عامل حسابي كويس قوي ان انا بلعب كل مبارياتي بحيث ان انا الدور الاولاني اكون او الم اكبر عدد من النقاط، بحيث ان الدور الثاني بيبقى اصعب، وبالتالي هيبقى انا برضو اخدت عدد من النقاط، الى جانب ان انا عندي المقابل المادي، الى جانب ان انا لسه في يناير لو هناك تدعيم بدعم. وبعدين بتبقى الفكرة ان انا عندي المقابل المادي، عندي المدير الفني، عندي الإدارة المتفاهمة، انا ناقصني ان انا الدافع المعنوي ان انا اوصل للاعبتي انك انت بتلعب ما تخافش، عندك القدرات، انت ما انتش اقل من التيم المنافس اللي بيلعب. واعتقد ان الثلاث اندية دول اللي طالع الصاعدين، سيراميكا والبنك الاهلي وغزل المحلة، الحقيقة ظهروا بصورة جيدة جدا، واحنا شفنا سموحة مركز خامس، وشوفنا غزل المحلة كان قريب جدا ان هو يكسب. صحيح برضو سموحة ابننا احمد سامي برضو الولاد يمكن خذلوه شوية، ان اربع كور انفراد بالمرمى، في واحدة منهم انفراد بالشبكة، لكن ما فيش شك ان غزل المحلة برضو ادى احساس انه فريق قوي بيلعب بثقة. وغزل المحلة طبعا عنده حايز، انت الغزل المحلة كابتن عادل؟ لا انا طبعا يعني عشره قعدت معاهم 3 سنين. ايوه طبعا، هم طول عمرهم الحقيقه يمكن يعني كان فريق تقيل وكان فريق ماتشاته صعبه. كنت لسه بتكلم من يومين لما كنا نروح نلعب او الاهلي يروح يلعب في المحله، كان بيبقى يعني مباراه باجواء حماسيه، مباراه صعبه، الاهلاويه بيبقوا شايلين مع الغزل او مع حتى البلديه لما كانت البلديه بتلعب في الدوري الممتاز. انا مسكت البلديه كمان. كان يعني انت واخد توكيل المحله كله كابتن، قعدت 4 سنين. فمتوقع انه المحله ترجع زي ما كانت، او يعني تبقى فريق بنفس القوه وتقدم سيزون قوي السنه دي. العقليه الاستثماريه في 3-4 شركات كبار، مش عارف ممكن نقول مصر للطيران مثلا داخلين كداعم، شركه وطنيه، وفي معاهم ثلاث شركات تانيين. المنطقه دي غنيه من اللاعبين، عندهم كل الامكانيات، من ملعب، من جيم، من كل حاجه موجوده طبعا. وبعدين عندهم مدير فني برضو خالد عيد واشرف شيحه، والولاد دول كانوا انا مرنتهم، وفي واحد منهم المساعد اللي لعب امبارح الماتش طارق غيده. أيوة. كان معايا في بلديه المحله. الولاد دول من المحله وعارفين يعني ايه الخبرات، وعارفين يعني ايه يجيبوا لعيبه من الاسواق اللي حواليهم، من الانديه اللي حواليهم، فعاملين تيم كويس وبيدفعوهم ان زي ما انا كنت بعلمهم. احنا في البلديه وفي غزل المحله احنا كسبنا الزمالك في الاستاد، وفي البلديه برضو كسبنا الزمالك وكسبنا الانديه الكبيره والاسماعيلي برضو. ان احنا الحاجات اللي احنا تربينا عليها في النادي الاهلي بنوصلها للولاد دول. يعني تركيبه الجدول عايز اقف مع حضرتك فيها شويه بالتفصيل، الفرق اللي هتنافس، الفرق اللي بيقولوا عليها دايما يعني بتلعب على المنطقه الدافيه، والفرق اللي بتصعد على الهبوط. التركيبه دي كان فيها تشوه كبير جدا في السنوات الاخيره، خلينا نشوف رايك فيها بس بعد ما نرجع من فاصل سريع، ونرجع نكمل مع حضراتكم ومع ضيفنا نجم النادي الاهلي كابتن عادل طايم. يا اهلا وسهلا مره ثانيه بحضراتكم في السادسه.
هفكركم الحقيقه يمكن عشان لسه الموضوع جديد واللي مش متابعنا يتابعنا واللي ما يعرفش يعرف. خليني اقول لحضراتكم انه مع اول طلقه في بدايه الموسم مع مباراه مصر الاهلي والمقصه، مصر المقصه، قررنا ان احنا نعمل في كل مباراه هياخدها النادي الاهلي على مدار مشوار الموسم بالكامل اختيار للجمهور لافضل لاعب من وجهه نظركم. كل واحد هيختار ثلاث لعيبه، وصاحب المركز الاول زي ما قلنا بياخد ثلاث نقاط، صاحب المركز الثاني بياخد نقطتين، صاحب المركز الثالث بياخد نقطه واحده. وفكركم بالسؤال، اختيار افضل ثلاث لاعبين من النادي الاهلي في مباراه المقصه على مدار السيزون بالكامل هيتم حصر عدد النقاط اللي حصل عليها ثلاث لعيبه، وقبل المباراه القادمه هيتم اعلان نتيجه المباراه دي، يعني ان شاء الله قبل ماتش غزل المحله ما يخش الاستفتاء بتاعه هنكون اعلنا لحضراتكم مين افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظر الجماهير بالارقام من على صفحاتنا على السوشيال ميديا تحديدا على الفيسبوك وعلى تويتر. لغايه اللحظه ونتيجه مش نهائيه، لغايه اللحظه جمهور النادي الاهلي مختار ومش بالترتيب، مختار محمود كهربا وعمرو السوليه وعلي معلول، دول النجوم اللي تصدروا بشكل كبير تصويت جماهير النادي الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي. داخل من بعيد معاهم، او خليني داخل من قريب الاول، ايمن اشرف داخل بقوه وممكن جدا يكون بينافس وممكن جدا يكون من افضل ثلاث لعيبه. داخل كمان معاهم محمد شريف وناصر ماهر كنجوم تألقوا في المباراة. الموضوع مش بعد عن الست أسماء، في طبعا ناس كتير مصوتة لبدر بنون، في ناس مديها صوتها لطاهر، في ناس مديها صوتها للشناوي، ولكنها أصوات محدودة. لكن الأساس الثلاث نجوم اللي حضراتكم شايفينهم كهربا وعلي والسولية. رأيك إيه يا كابتن عادل، مين أكتر ثلاث نجوم لفتوا نظرك من الأهلي في ماتش المقاصة؟ نمرة واحد أيمن أشرف. أيمن أشرف نمرة واحد. قبليهم كلهم ايمن مش بعيد زي ما قلت، ايمن واخد اصوات كثيره جدا من الناس، عامل دور اولا التغطيه، الرقابه، اللي بيعمل الاجوال بيبقى صانع لعب. ايوه مفيش ميس باص خالص، الوحيد اللي طول المباراه تركيز قوه كل حاجه جميله الحقيقه. كل واحد اختار ايمن على الحقيقه حط جنب اسم ايمن اشرف المقاتل، يعني حاجه غريبه جدا، يعني ناس كتيره جدا، احنا فوجئنا بالكم الكبير جدا من التصويت من امبارح للنهارده، لكن ناس كتيره جدا بتصف ايمن اشرف بالمقاتل، وفي ناس كتيره جدا حطاه افضل لاعب في المباراه، يعني في المركز رقم واحد مش اثنين او ثلاثه. هو ده بالنسبة ايمن داخل بقوه، يعني ايمن مش بعيد، ممكن بكره المعادله تختلف. احنا معانا هو ده نبض الناس يا احمد. ايوه ده نبض الناس، احنا لما بقول الكلام ده بحس بالجمهور اللي فعلا الراجل ده بيلعب روح الفانيلا الحمراء، مغطي الماتش اللي فات ثلاث اربع كور كلها كانت اهداف، مغطي كل كور عالية واخدها، بدل هجمة مفيش ميس باص، قوة، بيعمل دايما التمريرات اللي بيجي منها اهداف. طبعا في علي معلول وفي بنون طبعا كانوا عاليين جدا في الماتش ده، بنون برضو الباصة تطلع من رجليه بحساب تطلعش غلط. وبعدين ده انا متفرج له بقى، انا بنون ده مذاكره، ده دي واحده من اكتر الحاجات اللي بتميز لعب طريقه لعب بدر بنون، واحده من اكتر الحاجات اللي خلت النادي الاهلي يفكر فيه بدر عشان يدعم بيه خط دفاعه. فكره البنى انك انت تبني من ورا وتعتمد على لعيب باسير، لعيب عنده مهاره التمرير والاستلام، دقه التمرير وقدره كبيره جدا على الاستلام، مش بس النواحي الدفاعيه، لا كمان انه يبتدي يبني هجمه، كمان عمليه الانقضاض والضغط، وبعدين انه بيقطع ويسلم. بيقطع ويسلم، يعني انت في وضع هجومي باستمرار. ايوه انت كره معاك، معنى ان الكره معاك وبتديها صح، يعني انت في وضع هجومي مستمر. طبعا علي معلول كالعاده ما شاء الله عالي جدا، بس ايمن اشرف كان متفوق، يعني انت بالترتيب كده ايمن اشرف بنون وعلي بنون معلول. وعلي معلول تمام. طيب ارجع بقى لفكره الكتل اللي موجوده في بطوله الدوري، انا نادرا يعني ما اتفرجتش على بطوله الدوري مصري وشفت اكتر من ثلاث فرق بينافسوا على القمه، يعني ده في احسن الاحوال، يعني دايما المنافسه بتبقى ما بين الاهلي والزمالك، ده الشكل المنافسه التقليدي، اوقات يخش معاهم فريق ثالث، مره يبقى المقاولين، غالبا ممكن كان بيبقى الاسماعيلي، شفنا في السنه اللي فاتت مثلا بيراميدز كان بيحاول يعني، لكن لم نتجاوز على الاطلاق فكره ان يكون في اربع فرق في الدوري المصري في اللي انا شفته، يعني ممكن قبل كده يبقى في حاجه ثانيه، اربع فرق تنافس على القمه وزيهم تقريبا في منطقه ما بعد المربع الذهبي، يعني تلاقي ثلاث اربع فرق ضامنين رابع خامس سادس سابع، وبقيه الفرق كلها
كلها تقريبا بتصارع على الهبوط، والفوارق في نهايه ترتيب الجدول بتجد فوارق بسيطه جدا تكاد تكون مثلا 4-5 نقط بين صاحب المركز الثامن وصاحب المركز الاخير. هل من وجهه نظرك، انا بشوف دي حاله تشوه، مش عارف حاجه تتفق معي ولا تختلف، بس انا بشوف انه ده تشوه والحقيقه شيء يعيب قوه الدوري المصري. هل تتوقع انه التركيبه دي او الترتيبه دي تختلف السنه دي؟ بالنسبه لفوق انا متفق معاك طبعا، مش هختلف معاك ابدا يعني. بالنسبه للمقدمه ده على مستوى العالم، ايوه هتلاقي في اسبانيا ريال مدريد وبرشلونه باستمرار بينافسوا في وعلى استحياء تلاقي اتلتيكو اشبيليه، يعني برضه في ليفربول والسيتي، في كل بلد في العالم البايرن لا بس مثلا في انجلترا بنشوف يعني ممكن ليفربول والسيتي ده في اخر مشوار الدوري، لكن في البدايات ممكن نلاقي تشيلسي وممكن نلاقي ليستر وممكن نلاقي مانشستر يونايتد، وكان من سنين فاتت الخريطه نفسها مختلفه، يعني كان السيتي وليفربول بعيدا تماما عن المنافسه، كان ارسنال ومانشستر يونايتد في فتره من الفترات. ما هي كل نادي بياخد فتره، بس انا بتكلم على الوضع الحالي بقى لنا 10 سنين. السيتي ماشي بقاله 4-5 سنين ماشي تمام، هو والليفربول طبعا. فالتشوه اللي انت بقى تقصده بقى فعلا انه بقى الباقي من بعد الاول والثاني والثالث والرابع تلاقي كله بيصارع على الهبوط، وده التشوه بقى. ايوه نتيجه ان انا من بدايه الموسم ما بحسنش الاختيار، وبعدين ما بجيبش لعيبه الى نتيجه يا اما نادي ما عندوش الامكانيات الماديه، وطبعا الكلام ده اتحاد الكوره اللي جاي ان شاء الله لازم يبقى فيه وقفه بحيث ان كل نادي يبقى عنده ليه دعم مادي، بحيث ان انا اقدر ان انا اجيب لعيبه واحط الفلوس اللي انا باخدها في بنك، بحيث ان انا اقدر امارس مهمتي في الدوري. اذا ما كانش عندي المقابل المادي ده موجود في البنك، بحيث ان اللعيبه والاداريين والجهاز الفني والمعسكرات واللبس وكل والمكافئات كلها موجوده في البنك، بحيث ان ما يبقاش في مشاكل زي العالم كل ما بيعمل ده، هيبقى طبعا هيخلي الجدول هيبقى قريب جدا من بعض، مش هيبقى فيه التشوه ده. التشوه ده كمان بيجي نتيجة عدم اختيار المدرب الجيد، نتيجة ان الإدارة بيتفرض عليها من طريق وكيل لاعبين او وكيل المدربين، وبيبقى باستمرار الناس موجودة، وبعدين تغيير المدربين بكثرة. كل الامور دي النادي الاهلي ما بيعملهاش. النادي الاهلي المدير الفني فكرة بتهيألي السنة دي بيقولوا يعني ممنوع انه لعيب مدرب ساب فريق في دوري الممتاز، انه لو يعني تم فسخ التعاقد اي سبب او المدرب مش عايز يكمل مهمته ما ينفعش يدرب في مره واحده بس. هي مره واحده بس بالظبط، ودي برضو اعتقد دي تساعد بشكل كبير قوي قوي جدا. الى جانب برضو هتبص تلاقي على الساحه دلوقتي في مدربين كتير الحقيقه على كفاءه عاليه جدا، واختاروا لعيبه كويسه. انا بعتقد انه حتى في فترات احمد كان في تلاقي الاسماعيلي بينافس وياخد الدوري في التسعينات، الاتحاد، المقاولين زي ما انت قلت، في انديه ترسانه واللي اخذت كاس مصر وخدت، فيعني انما الاستمراريه ما بتبقاش موجوده. اللي انا بشوفه ان السنه دي الفرق نتيجه الدوري خلص من بدري شويه، فالفرق اللي صاعده ابتدت تعمل فتره اعداد كويسه، ابتدت تجيب لعيبه كويسه. اعتقد ان السنه دي عمليه الهبوط هيبقى فيها صعوبه، مش هتبقى زي السنه اللي فاتت في 10 او 12 فرقه مهددين بالهبوط. اعتقد السنه دي لا، هيبقى فيه الوضع هيبقى افضل. مفيش شك انه الدوري السنه دي هيبقى اصعب بالنسبه للفرق، والبدايه بتوحي بكده. طيب اكتر فرقه شدت لفتت نظرك في البدايات؟ اسوان مع انبي الحقيقه بيلعبوا يعني مفيش خوف، واداء رائع وجمل تكتيكيه الحقيقه كانوا هايلين جدا. اكتر نتيجه غير متوقعه؟ نتيجة بيراميدز طبعا كانت غير متوقعة، لأنه الفرقة مليانة نجوم، وتيم الاتحاد ما أضافش حاجة حد يعني لعيبة كتير، فطبعا نتيجة 2-1 أعتقد أنها كانت غير متوقعة بالنسبة لل أفضل هدف تم إحرازه في الجولة الأولى. أعتقد عمرو السولية. الجول الثالث في ماتش المقاصة. محطوط حلو قوي قوي. يعني لو ده في الدوري الأوروبي حقيقي. يعني شوف ملعوبة إزاي. وطبعا الجول الثاني برضو بتاع كهربا في معموله حلوه، تيم ورك معموله حلوه قوي لقفشه، وقفشه بيحطها على صدره بيريحها، يعني عارف زي البلاي ستيشن يعني 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 صحيح. حاجه فعلا جميله. بس جول السوليه ما وقفهاش الكره وهي جايه له بياخدها ببطن الجزمه في المقص البعيد، تاتش دي حاجه، ده الهدف
رفعت معلول ومقابله السوليه. التايمنج طبعا كنت بتكلم على توافق عصلي على الكوره دي بتبقى صعبه جدا، خدوا بال حضراتكم عشان كده بيبقى. وشوف علي معلول بيلعبها له ازاي. هي اوفرات علي بصراحه، بيقول له خد الكوره دي بادي بمبنايه حطها لي في الجول. جون عمار ما عجبكش؟ جول عمار برضه من الجول الحلو برضه، برضه هو ابننا يعني. ايوه صح. عموما ان شاء الله يمكن ماتش الغزل برضه متوقع يكون مواجهه صعبه، مواجهه كلاسيكيه زي الاهلي وغزل المحله زمان، ولا هتتوقع شكل مختلف؟ والله اللي انا اتمناه تبقى مباراه جيده. هو بس انا ايه اللي مش عايز تشوفه او ايه اللي مش عايزه يتكرر من الماتش بتاع المقصر يا فندم؟ انا شفت امبارح كان في عنف من لعيبه غزل المحله، عنف مبالغ فيه، عنف زياده شويه، فاللي انا اخشاه اولادنا هيبقوا هيسافروا بعد الماتش على طول. ايوه، فعندهم ماتش طبعا مع النايجر، سوني ديب في النايجر، بطل النايجر. فاللي انا اتمناه يعني لجنه الحكام يبقى في بس في حكم، لان دول اولادنا سواء غزل المحله او الاهلي طبعا، دول اولادنا مش عايزين حد يتعور، فيبقى الحكم يعني وظيفته انه يحمي اللعيبه، دي الوظيفه الاساسيه، فيبقى في نوع من المراعاه ان انا وانا بادي المباراه اراعي الحته دي. لكن ان شاء الله النادي الاهلي اداء رجالتنا اللي حصل في اللي شفته حضرتك وتابعته في ماتش المقصه، ايه اللي عايزه يتاكد عليه، ايه اللي عايزه يتطور ويتحسن، وايه اللي تتمنى انه ما يكررش في مباراه غزل المحله؟ ماتش المقصه الحقيقه الولاد احنا طمعين قوي، الولاد واخدين 3 بطولات في 10 ايام وداخلين على الدوري ورايحين على افريقيا. اللي انا بشوفه ان الراجل عمل حاجات، الراجل ما عندوش وقت يمرن، يعني كل 3 ايام من يوم ما جه يا احمد عنده ماتش، كل 3 ايام عنده ماتش، يصلح امتى ويشتغل امتى. لكن الاضافات اللي اضافها، الكور الثابته بتتعمل في منتهى الروعه، كورنر الفاولات الثابته بتتعمل حاجه عاليه جدا. اللي انا باخد اللي انا بتمناه ان الكور الثابته اللي علينا يبقى في حذر شويه في ماتش الطلائع. الجول اللي جه فينا كان المفروض حد يمسك ناصر اظن اللي جاب الجول، عايز افتكر اسمه، جون المقصه، لا جول الطلائع، جول الطلائع اللي جه في الدقيقه 94 ناصر منسي، ناصر منسي ايوه، ما كانش المفروض هاني اللي يمسكه، كان واحد طويل يمسكه. والماتش اللي فات برضو ايمن اشرف المفروض ان ايمن ما يمسكوش، اللي كان يمسكه بنون لانه هو اطول من هي دي. بس ان انا اتمنى ان انا يعني يبقى بس في الكرات الثابته يبقى فيه توزيع اللعيبه يبقى بشكل افضل يعني. كل التوفيق ان شاء الله لفرقه النادي الاهلي في ماتش غزل المحله، بدايه موفقه. طبيعي ان يبقى فيه، وخصوصا طبعا ان حضرتك عارف انه في صفقات جديده يمكن مساحه الانسجام ما اكتملتش. نتمنى ان شاء الله ان الاداء يتطور، وخصوصا انه اللي جاي هو المهم. عندنا بدايه مشوار في دوري ابطال افريقيا حتى وان كانت مع بطل النايجر، ولكنها بدايه مشوار مهم جدا. الاهلي يدافع عن لقبه، ودي تفرق كتير جدا على انه الاهلي بينافس على احراز البطوله، والاهم من ده سوبر افريقيا وكاس العالم للانديه ان شاء الله باذن الله. ده اللي جماهير الاهلي حاطه عينيها عليه بشكل كبير. شرفتنا ونورتنا كالعاده كابتن عادل، شكرا على وجود حضرتك معانا. ويمكن كابتن عادل ما يعني الوقت ما اسعفناش نتكلم، لكن الحقيقه عنده كلام كتير جدا كتير جدا عن المواهب واكتشاف المواهب، والحقيقه اتمنى يكون في لقاء قريب معاه على شاشه الاهلي في السادسه نتكلم اكتر عن حجم المواهب واكتشاف المواهب في مصر. بشكر حضراتكم على المتابعه ونقابل حضراتكم بكره ان شاء الله.